السلامة ومرحبا بكم في الجزء الثاني من الحوار مع السيد لطفي الأكبر رئيس أكاديمية النجم الرياضي الساحلي. دار اللقاء حول علاقة اللاعب والحكم وسلوك المسير مع المتربصين الأصغر. تابعوا معنا هاللقاء. سي لطفي، تور جيد اللي تعملوا فيه هذا، توطيد العلاقة بين اللاعب والحكم لتجسيد الروح الرياضية على الميدان وكذا، لكن لاحظوا في أغلب الأحيان العلاقة بين المسير والحكم هي علاقة متشنجة ومتوترة، اللي هي عادة المسير ما يكونش قدوة للاعب، واللي هو يحطم العلاقة بين اللاعب والحكم وحتى يذيب الروح الرياضية. ايش عملتوا انتم في هذا الإطار؟ هو باش نحطوا كل شيء في إطاره، راهو معناها ثم حاجات تصير، معناها باش ما نقولوش لافي روز، ثم حاجات تصير تمام، لكن ما هيش الأساس، ماهيش معناها ماهيش الاساس، ماهوش هيكل الشيء هذا. اللي صار ربما ولا يصير في بعض الجمعيات حاجات معناها اكسيبسيونيل جات في فتره معينه وكذا، لكن انتم كهيئه مش تكونوا حريصين على سلوك المسير وحلوك سلوك المدرب وسلوك الرئيس واخذ بعين الاعتبار لكون المسيرين هذوما قدوه للاعبين؟ سير لا ساسير، علاش قلت لك اني راهو توا باش والناس تعرف، واللي ما يعرفش فرصة باش يعرف. راهي الكرة ولات علم، الرياضة هي ككل ولات علم، والكرة إسانسيالمون كرة القدم ولات علم، ولات علم ولات فاكتور دو كرواسونس، معناها الكرواسونس إيكونوميك، النمو الاقتصادي متاع بلادي نجم يرتكز على معناها الجانب الرياضي اللي هو يضر على بعض البلدان، وهذا مش نعملوه نسعوله إن شاء الله زادة في بلادنا نسعوله، يضر على معناها عبارة سياحة، معناها تبيع في سيرفيس أنت توا برشلونة ولا غيرها ولا جمعيات الكبار، فهمتني؟ السواح يجوها سبيسيال من جابون ومن الصين ومن البلدان، وهذا كلاش داير الأوقات متاع الماتشوات تلقاهم مختلفة، خاطر يقراوا حساب الدول البعيدة اللي يجيوا بالطيارة متاعهم، يحبوا يتفرجوا ويعملوا دورة في التيران ويتعشاو ويتفرهدوا ويروحوا روحهم. هو أصل التيران ولا لهم متحف، يجيو يزوروا ويدخلوا ويتصوروا، وثم لي ماسكوت نتاع لي جوور ينسي سويت. دونك راهو الكوره ما عادش كوره هكا، كوره مربوطه في كوره كهو، راهو معناها ثم دي في دونترينمون على مجالات اخرى، مجالات اقتصاديه هامه جدا وتنجم ترجع بالمنفعه للبلدان. ذكرت لي الحلقه الرياضيه اللي متكونه من الولي، متكونه من اللاعب اساسا، ومتكونه من الاطار المسير، تحرصوا على سلوك اللاعب، وأكدت لي لكونه سلوك المسير أيضا. فيما يتعلق بسلوك الولي، شو عملته بالضبط؟ هو احنا في الموضوع هذا ديجا ضيافتكم انتوما شرفتونا، واحنا ديجا نعملوا في اجتماع مع الأولياء، معناها خطر معناها نمنوا اللي الولي راهو حلقة أساسية في العلاقة ما بين الإدارة والجوار والرياضي. دونك انتم جيتونا واحنا في اجتماع من الاولياء، خاطر الاولياء بصراحه من دورنا احنا ومن دورهم هما زاده باش نحطوا اليد في اليد ونعاونوا الوليد، خاطر الوليد كيجينا معنا الجوار كيجي في عمر مبكر يجينا مش يقعد معنا ساعتين ثلاثه، لكن باقي الوقت مع الولي. دونك حتى الولي كي نقولوا له راهو باش تواصل متاعنا معناها لونتروتيان بسيكولوجيك مورال للوليد، كي يسمع منا زاده ونوريوه ونوجهوه ونعاونوه، فهمتني؟ راهو سي تري امبورطون. دونك عندك جند وكريت انت صاله تبارك الله تعبات على خاطر الاولياء ال سوسون امبليك مهتمين، يعني مهتمين ولقاو راحتهم زاده، لقاو راحتهم، راهو الولي يحب الاداره تحكي معاه وتوريه وش بيه ونسمعوه زاده، ينجي يعطي رايه هو، فهمتني؟ ورايه محترم، فهمتني؟ راي محترم، وكي نسمع رايه ويسمع رايي يفهمني ونفهمه. دونك العلاقه معناها تولي علاقه محترمه، وزيد اون بلوس عنده دور هو ويحترم الدور نتاعو كيما نحن نحترموا الدور نتاعنا. جانب مهم برشا ولا جانب دراسي المتعلق بالصغير، وقتاش النجم راهو لاعب متعلم، لاعب حامل لشهاده عليا، لاعب طبيب، لاعب مهندس، وقتاش النجم راهو في ملعبنا لاعبين كيما هذوما؟ الاكاديميه هذه كيفاش مش توفق ومش تحرص على دراسه صغير باش تساهم في بناء لاعب متعلم وصاحب شهاده؟ صحيح، هو يعطيك الصحه سي سفيان في السؤال، سؤالاتك كلهم الحقيقه طيبين، ويسونسيلمون هذا خاطر احنا توا
وكما قلت لك بحسب التجربة اللي عشناها كإيكيب وكمسؤول في النجم الرياضي الساحلي في الأكاديمي ولا في السنتر دو فورماسيون، عملنا دي ستاتستيك، واني الحقيقة قريت ومتخرج منها من الكلية وحامل شهادة عليا، دونك عندي لابروش امبيريك واللي تابلو والحسابات وكذا. دونك كي عملنا ستاتستيك لقينا الوليدات ان جينيرال قد ما يقوى المستوى متاعهم الفني في الرياضة في الكرة قد ما ينحدر المستوى التعليمي، وهذا معناه رياليتي عشناها. الأسباب يعطيك الصح، الأسباب اللي ما ثماش معناه الأوقات ما همش كومباتيبل، الزمن المدرسي تقصد، المدرسي ما هوش كومباتيبل لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بصفة عامة. وهذايا حاولنا باش عملنا لي كوميسيون، عملنا كوميسيون زادة دو سكولاريتي، اللجنة هذه تهتم بالجانب معناها الدراسي للوليدات، وحاولنا باش نعاونوهم وجبناهم حتى من الكوميتي اللي معنا من لي ديليجون، ثم من الأساتذة تطوعوا باش يقريوا مات ويقريوا فيزيك. دونك معناها المسؤولين نتاع الجهة وقفوا باش خذينا الحمد لله لوتوريزاسيون باش نعملو ان شاء الله في السونتر سبورتيف في المركب الرياضي بالنجم الساحلي ليسي انتجري، ليسي سبورتيف انتجري، هذا ان شاء الله لو موين تيرم ان شاء الله. دونك اون فوا ركزنا الليسي هذايا وقتها نضمنوا بصراحه السيروره ونضمن النجاح الدراسي الاغلب الوليدات، وهذا مع النجاح الرياضي، وهذا باش نعرفوا زاد حتى في العالم الكل، هذو سون دي ستاتستيك يقول لك راهو مثلا لي زيليت ولي زيكس معناها لي جوور اكسيبسيونيل ما يطلعوش بياسر، معناها يطلعوا معناها بورسونتاج صغير. دونك اكل ماس الاخرى وين مش تمشي، الماس الاخرى هذيك ماذا بينا عندها لابروش سبورتيف لكن زاد عندها الزاد العلمي وعندهم الشهادات باش وهم عندهم سبور معناها عندهم لابروش سبورتيف، ومع الزاد العلمي ينجم يمشي في الاربيتراج، ينجم يعمل ميديا، ينجم يعمل فوالا، ينجم افوكا سبورتيف، طبيب سبورتيف، فهمتني، محلل رياضي، فهمت، بورتور دو بروجي، بروموتور دو بروجي دو سبورتيف، فهمتني، معناها كونطابلي متخصص في الرياضي، انسيت سويت. دونك لي ديسيبلين محلولين ياسر، احنا اعطينا معناها باش ما نضيعولوش مستقبله الدراسي، هذا البلوز امبورطون، فهمتني، ونواكب زاد التطور معناها الفني في الكره، وهذا ما نطحوله بصراحه، هذايا استراتيجي واضحه ومحدده، وان شاء الله نوصلوا باش ننجحوا فيها، ومش نسعاو باش ننجحوا باش قلت ربي الناس كل تلقى الحظوظ نتاعها. على ضوء الاستراتيجيه هذه لو كانت حدد لنا المده الزمنيه الاستراتيجية متاعكم، يعني هو كل استراتيجية عندها معناها عندها ابروش تومبورير متاع وقت، ثم استراتيجية كما قلت لك الكور تيرم قصيرة المدى، وثم المويان لون تيرم، اتفقنا استراتيجية هذه راهي في المويان تيرم، في الكور تيرم توا في الكور تيرم عندنا دي ديريجون واقفين للصغيرات، عندنا كوميسيون دو سكولاريتي نعاونوا الوليدات نتبعوهم حتى في الدراسه نتاعهم، يغيبوش يبطلوش على قرايه يعملوش حاجاتك دو غوش ادروات، فهمتني، باش نرجعوهم للجده، فهمتني، هذا الكورتيرم، ومع ناقفوا مع الاولياء نتاعهم، ثم وليدات زاد كيف كما قلت لك نجيبوا لهم اساتذه ونعملوا لهم حتى معناها سوايع زايده كما نقولوا ايتود هذاك نعملوه هنا في السنتر يجيو، والمويان تيرم هو الليسي، ان شاء الله نوصلوا باش يتبرمج الليسي ويقع انجازه في اقرب الاجال. فما تواصل بين الاكاديمي وبقيه الاقسام الاخرى، بقيه الهيئات الاخرى الموجوده في النجم الرياضي الساحلي لضمان وصول اللاعب متكامل؟ بيان سور، هي حلقات معناها مربوطه في بعضها، الاكاديمي حلقه من اول الحلقات نتاع سينيور، والثانية حلقة هي سنتر دو فورماسيون المركب، فهمتني، دونك في الأكاديمي يقع تحضير الوليد الجوانب اللي قلت لك عليهم المونتال والتكنيك، يوصل الكاتيجوري معينة سنتر يعمل السيليكسيون نتاعو ويجي يتفرج عليهم، نحضروا لهم احنا كيما نقولوا لي جوار، نحضروا معنا الخدمة نتاعنا تظهر في الكاتيجوري الأخرانية اللي هي ليكول بي وليكول ا، ليكول بي،
من بعد يمشيوا للسنتر، كي يمشيوا للسنتر ديجا هما سيليكسيوني وتلقى خدمه اخرى للسنتر، خاطر ثم الفي مونتال وثم البري فورماسيون ومن بعد فورماسيون. دونك هذا هو وقتاش النجم راهو لاعب من نجم رياضي ساحلي بمعايير دوليه وعالميه. والله تنجم نراوه حتى من غدوه على خاطر الاكاديميه اللي اكزيست دوبوي وناس خدموا فيها. وهذه بالمناسبه نشكر الناس كل اللي خدمت بصراحه، القدم واللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش والموجودين واللي مش يجيوا من بعدنا، ان شاء الله معناها يساهموا في تكوين اجيال، وان شاء الله الجاي خير من اللي فات. التذكير فقط اللي عبد النور، ايمن عبد النور متخرج من الاكاديميه. بيان سور ايمن عبد النور متخرج وكان بحذانا مشكور، واتفقنا باش يجيب معناها دي مايو تروا مايو فهمتني، ومش يعلقهم الاكاديمي فهمت، وولد الاكاديمي عبد النور، وان شاء الله يطلعوا ياسر عبد النورات ان شاء الله بقدره ربي قدره الاله. كلمه الاخيره للاعب، كلمه الاخيره للولي، وكلمه الاخيره بقية المساعدين متاعك. هو للاعب إن شاء الله ربي يوفقه، يلزم معناه يكون ديسيبليني، يلزم يسمع للدوكاتور متاعه، يتعامل مع أصدقائه زملائه، يحترم المنافس، يحترم الإدارة، يحترم النظام إذا تم النظام، وهذه فرصة ليه باش يتعلم ياسر حاجات، وهذا يفيق بيهم بعد كي يكبر، وإن شاء الله يمشي يوم براليل معناها كل ما هو دراسي وكل ما هو رياضي. هذا في مخص الجوار. الولي اليد في اليد مع الإدارة، ونعاونوا الوليدات نتاعنا ونقفوا لهم ونعملوا لهم لاسيستونس سوسيال، نحترموهم نقويوهم، يلفو توجور بوزيتيفي، نعاونوا الصغيرات، يعطيكم الصحه فهمتني. ما اكل الكلام معناه الزايد ماهوش مش لازم منه. الوليد في العمر هذاك يحب يسمع كلام بوزيتيف، ما يحبش يسمع كلام نيجاتيف ولا معناها ينزل له من القيمه نتاعه ولا، وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس كل ما بعضنا. الإطار الإداري والإطار الفني ثم دي بينيفول يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم، كما قلت لك القدم والموجودين واللي جايين، وهذه حلقة إن شاء الله ربي سخرنا باش نعاونوا وناقفوا للصغيرات متاعنا وناقفوا للمنطقة متاعنا وناقفوا للنجمة متاعنا وناقفوا لوليداتنا، وإن شاء الله يكون الإشعاع في كل معناها للسكتور، معناها السكتور في كل القطاعات، القطاع الرياضي والقطاع التربوي والقطاع العلمي والقطاع الاقتصادي فهمتني. إن شاء الله الكل يكون ملم، وجهورات الطوال إن شاء الله رواهم في وزارات وإن شاء الله رواهم في 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 المناطق الكل وفي الإطارات في مختلف القطاعات، وإن شاء الله ربي يوفقك. شكرا في بركة.